بعد متابعة متواصلة لقوات الأمن تمكنت من القبض على 8 متورطين بمتاجرة الحبوب المخدرة في منطقتي الرطبة والرمادي واعترافهم بجلبها وتهريبها لهم من سوريا ولبنان عبر الرطبة ومن ثم إلى مناطق الرمادي، حيث تم اعترافهم وضبط كميات كبيرة من تلك المخدرات بحوزتهم. مو متمارس العمل، يعني اشتغل اشتري ب 900 دولار سيدي، بيشتبيع ب 2000 حبايه بيشتبيعها وبيع ابيع بالمفرد. نعم ابيع تطلع الوحده ب 750 ب 1000 دينار. استمرت بهذا العمل سيدي تقريبا شهر ونص اقل اكثر شويه. زين. وتم القبض علي من قبل قوه مديريه اجرام الرطبه. نعم. وبحوزتي 4000 حبايه. يجيبونها من الرطبه. ادري من الرطبه منين جايتهم؟ جايتهم من لبنان وسوريا. من لبنان وسوريا. نعم سيدي. بطرق غير شرعية بالتأكيد. بالتهريب. زين، أنتوا تجيبوها من الرطبة، وين توزعوها؟ نوزعها بداخل محافظة الأنبار. فيما اعترف آخرون بوجود خلية متخصصة بالمخدرات تعاملوا معها في منطقة الرحالية ذات الطبيعة الصحراوية ومن ثم توزيعهم للمخدرات إلى عموم مناطق الأنبار وبيعها بأسعار زهيدة للفئات العمرية المختلفة. معرض عليه بنقل الحبوب من الرحالية إلى منطقة 5 كيلو إلى محمد خلف العسافي بقيمة الكروة 75000 دينار، وتم القبض عليه من قبل مديرية مكافحة الإجرام وبحوزتي 300 حبة. 300 نعم. من الرحالية منين تجيبوها؟ ليش؟ منين تجيبوها من الرحالية؟ منين تجي هاي هالحبوب هاي؟ سيد هذا ناجي هو التقاطها بالرطبة. نعم. ناجي هو غنان. نشتريها من الرحالية سيدي. من الرحالية. نعم. أكو هناك أحد بالرحالية يعني يتداول بيها؟ نعم سيدي. من هو هذا بالرحالية؟ بالرحالية غايب سليمان متر سيدي. بيش تشتروها وبيش تبيعوها؟ سيدي أشتريها ب2500. وبيش تبيعها؟ سيدي أنا أخذها ما أبيعها. قائد شرطة الأنبار أكد مواصلة عمل القوات الأمنية للحد من الجرائم بأنواعها، مطالبا الأهالي بمتابعة أبنائهم والإبلاغ عن المتاجرين ببيع الحبوب المخدرة في مختلف مناطقهم. اليوم شرطة الأنبار تتابع المجرمين الإرهابيين سواء كانت في الجرائم الجنائية والجرائم الإرهابية، ولها دور ونشاط كبير جدا، بالإضافة إلى أنها تتابع أيضا الجرائم المخلة بالأخلاق. وأنصح كل الشباب الموجودين الأولياء الأمور أيضا أهالي الشباب بمتابعة أبنائهم حول التعاطي أو مداولة وأخذ هذه الحبوب السموم المخدرة. من مدينة الرمادي عمر العبيدي، الحرة.